ماذا قحريش انت زمار ثم جاي البروفيسور بنجاح دا السلوين تذو كلان الزيار النوس ذول ذو نذي ذي ثوجيا ذي ثمليلي ثغنو ثي سثلاثا دي لان ذي مستغانم يناد ذاكن لهلاك انتفعوش تن الكونسير نجغوذ أم وقران ذاكن ذا لهلاك ويس السين غار يرقزن لكوذت سلوين وانشتا سوزال خمسة أرست تلاف نيم وضاني مينوثني ذي تفانن يال سقواسد وليذو قصون أنين سبن حالا سرطانات الهضم خاصة سرطان القولون المستقيم أصبح السرطان الأول بالنسبة للرجال في الجزائر، والسرطان الثاني بالنسبة للنساء في الجزائر. عدد الحالات حوالي بين 5000 إلى 6000 حالة جديدة. السرطان القولون المستقيم هو السرطان الثالث عالميا بالنسبة للرجال والثاني عالميا بالنسبة للنساء. موجود حوالي 1,200,000 حالة جديدة مع عدد وفيات حوالي 600,000 حالة جديدة. الأعراض الأساسية لسرطان القولون المستقيم هي الإسهال وكذلك الكونستيباسيون وكذلك وجود دم في الأوساخ وكذلك الألم في البطن. ما كاش علاقة بين الكوليرا بالأمراض المعدية والسرطانات، لكن الشيء الأساسي هو أنه لازم ما كاش يكون تخوف من النظافة، هي أساس كل شيء وهي أساس الصحة، ولكن لابد من النظافة لأنها هي كل شيء. والشيء الثاني هو أنه لابد من نظافة حتى الخضر والفواكه ولازم الأكل منها.